السلام عليكم تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي. اليوم سوف نتطرق إلى وضعية إدماجية عن العلم. العلم نور الحياة وسبيل الخير والرفعة والمجد للفرد والأمة، ولقد حثنا الإسلام على العلم. العلم واجب على كل فرد وله مجالات متعددة كالفقه في الدين والعلوم والأدب إلى آخره. به يعرف الإنسان دينه ودنياه، ويعرف طريقه وغايته، وهو ضروري لتقدم الأمم وتطورها. العلم نبراس الحياة، وهو النور الذي تستضيء به البشرية. العلم نور والجهل ظلام. شكرا لكم أعزائي، أتمنى لكم حظا موفقا في الامتحانات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.